لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. زيزي البدراوي كانت تدخن 100 سجارة في اليوم. رفضت عبد الحليم حافظ فأصابتها لعنته وتزوجت مرتين ولم تنجب. شقراء السينما هذا هو اللقب الأعز على قلبها والتي كانت تفضل أن يناديها به الجميع، ولكن الشعر الأشقر ليس ما يميزها، بل ميزتها أيضا ملامحها البريئة والخجولة والتي جعلتها تغلب على أدوار الفتاة المغلوبة على أمرها ببراعة شديدة. هي واحدة من نجمات الزمن الجميل، صاحبة الوجه الملائكي والموهبة الفزة. زيزي البدراوي ولدت في 9 يونيو 1944 بالقاهرة. اسمها الحقيقي فدوى جميل عبد الله البيطار. بدأت زيزي البدراوي مسيرتها الفنية منذ طفولتها حينما تقدمت لمسابقة الرقص الشرقي وهي في عمر 7 سنوات وفازت بالمركز الأول، لتنطلق بعد ذلك إلى السينما فشاركت وهي بعمر 10 سنوات في فيلم 4 بنات وضابط، وكان دور صغير للغاية ككومبارس. اكتشفها المخرج عز الدين ذو الفقار فنيا سنة 1957 وقدمها في فيلم بورسعيد بدور صغير. أما المخرج حسن الإمام فقد أعاد اكتشافها واختار لها اسم زيزي على اسم ابنته منذ فيلمها الثاني عواطف عام 1958 ليقدمها في العديد من الأعمال السينمائية ومنها الـ7 بنات وفيلم شفيقة القبطية. شاركت الفنانة زيزي البدراوي في أكثر من 140 فيلم وحصلت على دور البطولة المطلقة مع كثير من نجوم عصرها مثل الفنان عبد الحليم حافظ في فيلم البنات والصيف، والفنان أحمد رمزي في فيلم آخر شقاوة، ومع الفنان شكري سرحان في سجين الليل، بالإضافة إلى عدد كبير من الأفلام السينمائية مثل أرملة و3 بنات، حبي في القاهرة، سكون العاصفة، امرأة على الهامش، واختير فيلمين شاركت بهما في قائمة أفضل 100 فيلم في ذاكرة السينما المصرية حسب استفتاء النقاد سنة 1996 وهما إحنا التلامذة وبين القصرين. قدمت الفنانة زيزي البدراوي العديد من الأعمال التلفزيونية من أبرزها مسلسلاتها المال والبنون، بوابة الحلواني، حضرة المتهم أبي، نجمة الجماهير، ليالي الحلمية، حبيب الروح، قلب ميت، عيش أيامك، يا ورد من يشتريك، الست أصيلة. ومن المسرحيات التي عملت بها زيزي البدراوي شيء في صدري، أولادنا في لندن. تقول زيزي البدراوي أنها حازت على البطولة الأولى أمام عبد الحليم حافظ سنة 1960 في فيلم البنات والصيف، بينما جسدت وقتها سعاد حسني شخصية شقيقته، ولكن ظهرت زيزي البدراوي في الفيلم بشخصية فتاة رفضت حب عبد الحليم حافظ مما أصابها بلعنة وكراهية الجمهور لها، نظرا للشعبية والمحبة الجارفة التي كان يتمتع بها عبد الحليم حافظ وقتها. واعترفت زيزي البدراوي بأن أسهمها انخفضت في السينما وبأن عبد الحليم حافظ كان سببا في تأخير نجاح مشوار الفني. تزوجت الفنانة زيزي البدراوي للمرة الأولى من المخرج عادل صادق في عام 1966 بعد أن تعرف خلال فيلم حبي في القاهرة، وخلال الاتفاق على الفيلم أعجب ببعضهما وتم عقد قرانها عليه، ولكن زواجهما لم يستمر طويلا أقل من عام وحدث الانفصال. أعلنت زيزي البدراوي في حوار سابق لمجلة الموعد في عددها الصادر يوم 27 أبريل 1972 أنها ندمت على زيجتها الأولى
حيث لم تفكر جيدا قبل الزواج، ولهذا كان مصيره الفشل. تزوجت زيز البدراوي للمرة الثانية بعد ذلك في بداية السبعينيات من أحد المحامين، وكان يدعى توفيق عبد الجليل، والذي أحبته كثيرا، ولطالما كانت تردد سيرته خلال الحفلات ولقاءات الأصدقاء، حتى أنها ابتعدت نسبيا عن السينما وأصبحت تقدم أعمال قليلة في العام الواحد، وهو زواج استمر لمدة 17 عاما ثم انفصل، ووقع الطلاق في نهاية عام 1988، ولم تنجب أبناء من كلتا الزوجتين. في أكثر من تصريح صحفي، قالت زيز البدراوي أنها أقبلت على شرب السجائر بشراهة حتى أصيبت بسرطان في الرئة، حيث كانت تدخن 100 سيجارة يوميا، كما أنها كانت ترفض القبولات في أفلامها. عبرت زيز البدراوي خلال إحدى حواراتها الصحفية لإحدى الصحف اللبنانية قبل نهاية السبعينيات من القرن الماضي عن اعتزازها واحترامها للفنانة فاتن حمامة، التي قالت عنها: عمري ما دخنت سيجارة قدامها، واصفة إياها بأن لها مثلها الأعلى، وتعلمت منها احترام المواعيد وكيف يحترم الفنان نفسه عمله لممثلة عظيمة. وفي نفس الحوار وجهت زيز البدراوي عتابا لصناع السينما في هذا الوقت الذين يكتبون أفلام للشباب فقط بالرغم من وجود ممثلون أساتذة في مجالهم، وقالت أنه يجب أن تكتب لهم أدوار خاصة وعلى رأسهم الفنان محمود المليجي. في 30 ديسمبر 2013، تعرضت زيز البدراوي لأزمة صحية نقلت على أثرها إلى إحدى المستشفيات بمنطقة المهندسين، وكانت زيز تعاني من مرض سرطان الرئة فضلا عن معاناتها من أمراض القلب، ضيق التنفس والشلل الرعاش. عانت زيز البدراوي من تجاهل عدد كبير من زملائها داخل الوسط الفني، ولم يزرها غير عدد قليل من الفنانات، منهن ميرفت أمين، الراحلة رجاء الجداوي، والفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، ونهال عنبر، ويسرى، وإلهام شاهين. في 30 يناير 2014، خرجت الفنانة زيز البدراوي من المستشفى عائدة إلى بيتها لتصعد روحها إلى خالقها وهي في فراشها بمنزلها في اليوم التالي الموافق 31 يناير. شيع جثمانها من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين إلى مسواها الأخير وسط حالة من الحزن خيمت على الوسط الفني. وبكده يا جماعة نكون وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى يكون نال إعجاب حضراتكم. شكرا لكم على حسن المتابعة، دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.